اول خلاف حصل بينهم حصل قبل انقلاب يوليو 52 لما عبد الناصر قرر انه يقتل حسين سري عامر. وحسين سري ده واحد من اللي قفشوا حاجه انها بتحصل في الجيش، تنظيم الضباط الاحرار اللي هو الراجل ده. قرر عبد الحكيم، عبد الناصر يقول لعبد الحكيم: يا عبد الحكيم لازم نقتل الراجل ده. حكيم قال له: لا يا ناصر، اذا ده اتقتل الملك هيجيب لنا واحد تاني غيره وهيعينه وهياخره، ده مش عدونا، احنا عدونا الملك نفسه. عبد الناصر سمع الكلمتين دول لكن ما خدش براي عبد الحكيم وحاول يغتال حسين سري عامر، وفشلت المحاوله وهرب عبد الناصر. لما قابله عبد الحكيم بعد كده زعل منه جدا وتنرفز عليه وقال له: انت كان ممكن تودينا في داهيه. ده اول خلاف بينهم. لكن بعد الخلاف ده قبل انقلاب يوليو ما حصلش اي خلاف بينهم، بل بالعكس في احد الحفلات كان عبد الحكيم وعبد الناصر قاعدين جنب بعض وحصل النور اتقطع. النور اتقطع لدقائق معدوده. لما عاد النور مره تانيه الناس لقوا عبد الحكيم حاضن عبد الناصر ومغطيه بظهره. ولما سئل عبد الحكيم: بتعمل ليه كده؟ قال: انا خفت يكون دي مؤامره لقتل عبد الناصر، فقلت الرصاصه تيجي فيا انا. عبد الحكيم وعبد الناصر علاقه حب غريبه بين اتنين امنوا ببعض جدا جدا. وفضل المنوال ده ماشي، وعبد الناصر ما كانش يسهر غير مع عبد الحكيم.